لا 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 انا مش عارف العب، انا محتاج مدرب. لعبه البادل ليها سكيلز معينه، فانت لازم تتعلمها بطريقه صح، تتدرب اللعبه كويس. في ناس بيلعبوها على اساس ان هو بيحب يلعب راكت، في ناس يلعبوها على اساس ان هو بيحب يلعب رياضه عايز يتعلم الرياضيه، وفي ناس بيلعبوها عشان بروفيشنال يخش بيها بطولات ويكسبوا فيها ويتطوروا فيها. عايزه ادخل تورنمنتس اكتر، عايزه يعني اطور من نفسي فيها اكتر، يعني مش هيكون عندي ليميت فيها. في البدايه بتلعبها فور فن، بتلعبها انك تتسلى فيها، شوية شوية مع الأيام تحس إن أنت عايز تحسن من نفسك، عايز تتمرن، عايز تخش مع مدرب. مش مقتصرة على الرجال بس، لا عادي ممكن نلعبها كلنا أولاد بنات، بنخش جروبس مع بعض، تيم أوف تو، ولد وبنت ولد وبنت كده. من سنتين قلت أما نجرب، بعدين دلوقتي بقيت أنا اللي جايب المضرب وأنا اللي جايب حاجة البادل، بقيت أنا بنزل بدور أجيب إيه تاني ممكن يخليني ألعب بادل أحسن. في عام 1969 اكتشفت البادل على يد المكسيكي إنريكي كيركويرا لما حب يلعب تنس جوه بيته، بس المساحة ما كانتش كافية، فابتكر لعبة بتجمع ما بين التنس الأرضي والسكواش، ومن المكسيك لإسبانيا لإيطاليا والأرجنتين للدول العربية غزت لعبة البادل العالم، وأصبح ليها اتحادات مصرية وعربية ودولية. تعتبر لعبة دلوقتي ابتدت تبقى لعبة شعبية وبتنتشر بسرعة كبيرة جدا في مصر، يعني ده بناء على الملعب، ممكن تعمل ملعب في أي حتة، الملعب كله عرضه في 10 في 20، يعني كل أفراد العائلة ممكن يلعبوها. هي اللعبة طبعا بتقوي الأول الفتنس بتاعك، بتزود الانرجي بتاعتك في خلال اليوم عامة. حتى اللي ما جربش ولا مرة ولا مسك مضرب في حياته بقى بيجي هنا مثلا الكوتش يقول لا انا عايز اخد سيشن واثنين وثلاثه واتعلم الرياضه، لانه بالنسبه لي هو فتنس، بالنسبه لي هو حاجه بتحرك عقلي، بتحرك دماغي، بتحرك جسمي. بدل ما تقعد على القهوه وتشرب شيشه وتشرب اي حاجه، لا تعال العب ساعه هنا هتستفاد اكتر وهتلعب رياضه وهتحبها. ملاعب البادل بتزيد في محافظات كتير زي القاهرة واسكندرية والجيزة، مع أماكن بتقدم تأجير المعدات وأكاديميات للمبتدئين والمحترفين، وده بيسهل على الناس تجرب اللعبة وتتعلمها. أحمد لطفي، كلمة أخيرة.